الله يرحمه ويوسع عليه مسكين. وانا في الجزائر انا ومرتاح هنايا، رانا دايرين شي دقيقه تاليه، رانا دايرين باش نجيب الفيزا، راه عندنا رونديفو على اترازر باش نردو الفيزا تاعها، وبغض ما شاء الله يروح للخارج. حقتو سمعنا هذا الخبر وش غادي، انا لله وانا اليه راجعون. مسكين محمد حازم سفره بزاف، سفره والفاميليا تاعها سفره بزاف. ثاني كنت عامل ويته راهي سفري مع هاد السبيطار اللي يضربهم، ادخل خرج ادخل خرج. لا راهي مع هذا في الجي، راهي معايا في الجي. قالت اليوم انا دايرين باه نجيبوا لها الفيزا تاع، من عندنا رونديفو على الوحده باه نجيبوا لها الفيزا تاعها، فغد ان شاء الله يروح. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصطفى هيمون، عطيني ربما حالته الصحية كيفاش كانت البارح؟ يعني كان ضعيف بزاف، كان مريض بزاف، كان مريض بزاف، ما كان يهضر، ما كان والو، ما يشوف، ما والو، كان مريض بزاف. مع هذوليا ما عندي واحد اليومين ولا كنت معاه، ما مريض بزاف بزاف. زال العملية ودروك ثاني من اللي أطرد عليه في دياليز، دياليز هما اللي أطروا عليه، من دياليز ما لقاش روحه، ما لقاش روحه، جا ميت من دياليز. ودار العملية كانت ناجحة زعما قبل العملية تاع القلب وكل شيء. جا ولا دروك مع اللي زادوا الكلاوي حبسوا له مسكين، هما اللي أطروا عليه. كي دار دياليز زاد طاح بصح كاع، انفيكسيون في الغرب. فوالا هي دروك مع اللي اثرت عليه بزاف بزاف في كيما يقول لك الدياليز، هي اللي اثرت عليه، هي اللي طيحته. لا كان غاير، كان غاير. ولا في الدياليز الثاني هذا اللي داره هو اللي طيحه، ما الدياليز هذيك ما لقاش روحه عازب. ولا الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، ولا يدخل على جوارنا بالرحمه. مسكين دخلت عنده شحال وانا قاعد نطلب له في ربي تما كوكوش، مي جيت باه نجي رايح رفد يده مسكين، كان خومه رفد يده، عاود وليت عنده رفد يده، قال لي زعماك شغل ما تروحش. هي قعدت معاه، زدت قعدت معاه واحد شويه وكلش، على بالك دروك قلت لك حازم كان غايه، الغايه كان هذو الايام كان دخلت عنده واحد في رمضان، ايام تتولت على رمضان دخلت عنده يهضر معايا غايه وكلش. تاول الزوجه كي عاود وليت له دار دياليز طاح، ما ولاش يهضر، ما ولاش والو. كان في غيبوبه. انا دروك هما دروك مسكين كان كيما يقول لك كونسيون فاهمه، ما كاش مسكين كان في غيبوبه، تما كان سمعني برك. طلع يده والجوزة تاع المدام تاعها كانت واقفة حدانا، قالت لي هذيك مصطفى راه يعيط لك. طلع يده هكا، عاود وليت له سديت له يده وزيرتها عليها وليت نطلب له في ربي. قلت له ما كان والو ان شاء الله بربي غادي ترياح وتوقف ان شاء الله، وما زلت ولي الميدان وما زلت. سلمت عليه مسكين تالية، هذيك سلمت عليه، هذيك هي تالية. الله يرحمه ويوسع عليه. ذكريات كبار بزاف، عندنا ذكريات، ماشي ذكريات أو حاجة ولا زوج ولا، وحنا من الصغر، وحنا من الصغر، وحنا في رحمة. ماشي قال ودي عشرة تاع عام ولا عامين ولا عشرة كبيرة، عشرة قديمة كما يقول لك. حنا وحنا حياتنا مسكين يدير لي هكا واحد الوقت يدير لي مصطفى ما عرفتش شكون اللي غادي يروح الأول. قلت له هاودي الموت على كل رقبه حازم، قلت له على كل رقبه. الله يرحمه ويوسع عليه خويا، الله يدخل على جويرينه بالرحمه، ومساميته الله يبدلهم، الله يبدل محبتهم بالصبر ان شاء الله، والله يصبرهم. الدنيا كاع الناس تموت، كاع الناس تموت، والله يرحمه ويوسع عليه. خويا سفره، سفره بزاف. هاودي مسكين بدا لوبيراسيون تاعه 82، لوبيراسيون الاولى 82. لوبيراسيون الاولى مسكين، لوبيراسيون الاولى 82 يبرا، عاود لوبيراسيون تنحل، عاود يزيدوا خيطوه، عاود لوبيراسيون ثلاث خطرات ولا اربع خطرات ولا تنحل وتتبلع ويعاود يبلعوه. واه من 82 مسكين، والله راه جايبها من تما وتشوفوا مسكين اش غادي نقول لك، اش غادي نقول لك. قديمه 10 ماشي قال له ودي تاع عام ولا عامين ولا من 10 قديمه. اما ما نسمعش غادي نهضر، راني مخلوط، راني مانيش ما نضر
انقلبت عليا الحياه والله العظيم. دروك انا حنا ومرتها، انا مرتها راهي معايا والله، ومرتها راهي معايا وحنا نجيبوا الفيزا اليوم باغا يروحوا ان شاء الله. يروحوا للسبيطار هاكي الحاجه هاكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى. اليوم الأربعاء، الفنان والممثل صانع البهجة محمد حزيم البالغ من العمر 70 عاما. الراحل محمد حزيم ممثل جزائري من الفنانين البارزين في مجال الفن، وارتبط اسم محمد حزيم مع فرقة بلا حدود والتي اشتهرت بتمثيلها الفكاهية في نهائي ثمانينيات القرن الماضي. ربنا يرحمه يا رب. وللأسف الخبر صحيح يا جماعة، وقناة النهار هي اللي أكدت الخبر. الفنانة بختات انهار من البكاء عند علمها بوفاة الفنان محمد حزيم، والتنعيم بكلمات مؤثرة عبر حسابها بفيسبوك، وكتبت: ربي يرحمه صديقي واخوي صانع البهجة محمد حزيم، ومنين طايطيله ويجي، ربي يرحمه مسكين، وكان يدافع عن اي فنان جزائري بيتخانق. مات بعد 3 ايام من العيد. بأمر من رئيس الجمهورية، التكفل بالحالة الصحية للفنان حزيم. بأمر من رئيس الجمهورية تم يوم الأحد التكفل بالحالة الصحية ونقل الفنان حزيم إلى المستشفى العسكري الجهوي بوهران بعد تدهور حالته. وجاء في بيان لمصالح ولاية وهران تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتكفل الأمثل للحالة الصحية للفنان القدير محمد حزيم، قام ظهر اليوم الأحد 10 أبريل 2022 السيد السعيد سعيود والي ولاية وهران برفقة السيد رئيس المجلس الشعبي اللواءاتي وممثل الأسلاك الأمنية وبعض من نواب البرلمان ومديرة الثقافة بزيارة الممثل القدير محمد حزيم الذي نقل من مستشفى عين تاموشان إلى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي لوهران. وأضاف البيان: صرح السيد الوالي بأنه سيتم التكفل بالحالة الصحية للفنان بصفة استعجالية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. حزيم يجري عملية جراحية ناجحة بالقلب. أجرى الفنان الجزائري القدير محمد حزيم عملية جراحية سلسة على مستوى القلب بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة وتكللت بالنجاح. وتحصلنا على صور حصرية للفنان حزيم محمد مباشرة بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب. وحسب مصادر فإن الفنان يتواجد في حالة صحية مستقرة، كما أكد الأطباء المشرفين على الفنان أن حالته الصحية مستقرة ويحتاج للراحة قبل أن يخرج هذا الأسبوع من المستشفى للتسكير. أجرى الفنان القدير محمد حزيم عمليتين جراحيتين سابقة بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بالعباس. هذا ونقل الفنان حزيم قبل حوالي أسبوعين على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج بعدما تم نقله عبر سيارة تاكسي أجرة. وفي هذا السياق يعيش الفنان حزيم أيام صعبة بعد مرضه الذي يعاني منه السنوات الأخيرة بسبب مشاكل في القلب. وحسب مصادر رسمية فإن الفنان تنقل برفقة زوجته من سيدي بالعباس إلى وهران بسيارة أجرة، حيث قالت زوجة الفنان في هذا الخصوص: حاولنا الاتصال بالمستشفيات لإيصاله بسيارة إسعاف لكن دون جدوى، وهو ما أثار استياء الفنان الكوميدي حزيم محمد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.